يعني ربنا يقول في آيات الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، ودول يطلعوا يقولوا لا 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 لا، يدنين كلمة يدنين إن هي بتبدأ من هنا كده، خدت بال حضراتكم؟ وبعدين أنا مراتي مش عايز حد يشوف شعرها، أنتوا مالكم؟ أنا بنتي حبيبتي مش عايز حد يشوف شعرها إلا زوجها اللي يتقدم لها، أنتوا مالكم؟ مصرين على إن هم يعني يفرضوا علينا مناهج مغلوطة وأفكار وخلي بالكم اللي بيضعوا المناهج دي 90% منهم ماتوا منتحرين، وأقسم بالله بيموتوا منتحرين. ليه؟ لأن هم لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، وبيؤمنون بالموضة وعايزين يفرضوا علينا الموضة، والموضة بقى إيه؟ دخلوها في بيوتنا على إن ده أسلوب للحياة. لا، ده إحنا عندنا أسلوب للحياة راقي، تعلمنا ناكل باليمين، وعلمنا صلى الله عليه وسلم إن الواحد ما يتكرعش قدام حد، علمنا النبي كيف، علمنا حتى التثاؤب نعمل ايه، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الرجل في علاقته مع زوجته، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نربي اطفالنا، وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحيا حياتنا في امن وامان، كيف نحافظ على بلادنا، كيف نحافظ على مجتمعاتنا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندير حياتنا في مصانعنا في تجارتنا في بلادنا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة، ولم يترك لنا شيء لأحد يأتي بعبثية يعني ينظم لنا الحياة، وإن الحياة بالشكل ده هي دي الحياة المديرنة. المديرن هو اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معه الإيمان وفي نفس الوقت حياته لا تخالف هذا الإيمان، لابس واكل وشارب وراكب ورايح وجاي، ولكنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، هي لنا في الحياة الدنيا وأيضا خالصة يوم القيامة. فإحنا خلي بالكم كل النعم حلال إلا كم مشروب كده، يعني الخمر، يعني شوفوا تخيلوا كده 5-17 مليون مشروب حلال، مشروب واحد اسمه الخمرة لأنه يخمر العقل، يعني بيضيع العقل، والعقل إذا ضاع قتل الإنسان وسرق الإنسان وفعل الفواحش. فالإسلام من حبه في الإنسان وحرصه على مجيء هذا الإنسان في أبهى وأجمل صورة قدم هذا الإنسان دون تغيب لهذا العقل، لأن العقل الإنسان العاقل ده بيقام عليه كل حقوق الحياة، الإنسان العاقل. أما الإنسان الذي غيب عقله والعياذ بالله، ولذلك دائما الإنسان المغيب عقله ده إنسان بيضر نفسه. أولا المغيب عقله نسبة الحوادث بتكتر، يبقى لما نقول الخمرة غلط عشان ننجي الناس في الطرق، ونسبة والعياذ بالله الفواحش و بتكتر، يبقى لما نقول لواحد ما يشربش خمرة يبقى احنا بنحد من الفواحش، وبرضو اتفاقيات للسرقات واتفاقيات للأمار، فلما بنقول لواحد ما يشربش، فهنا الخمرة ملهاش دور في ان هي تجعل الانسان يعني يحيا مع الرحمن، او يكون انسانا طاهرا، او يكون انسانا ذاكرا، او يكون انسانا قريب من ربي، قريب من اولادي، قريب من مجتمعي، بل تجعله يكره نفسه ومش طايق نفسه انما بيغيب هذا العقل. ولذلك الشريعه الاسلاميه لما جاءت، لان الشريعه الاسلاميه تحترم العقل وتحافظ على العقل وتبايع بالعقل وتقدم العقل في ابهى صوره، 1200 ايه تتحدث عن العقل في القران الكريم، 1200 ايه و60 تتحدث عن العقل في القران الكريم، وانت تيجي تغيبه بكاسين. فالإسلام هنا لابد أن يقف مع الذين يغيبون العقل ويقول لهم تعالوا هنا. هنا الموقف لابد ان احنا نتعلم ان الإسلام لما بيجلد على لشارب الخمر، هو هنا ما بيجلدوش علشان هو انسان يعني ما يصحش، لا، هو بيقول له ان عقلك غالي، عقلك ما يصحش انك تغيبه، فلما بيقلمه هنا بيوقظه، بيقظه هنا، بيقول له ان عقلك اغلى واسمى واعلى وارقى ويعني واجمل من ان انت تغيبه، لانك لو غيبته هتعمل حاجات ضاره جدا، حاجات يعني لا تكون جميله في الحياه. ولذلك انا دايما بقول لاولادي حتى اللي بيروحوا في اماكن مشبوهه، واقعد انصح واقعد اتكلم معه وبرفق وبحب وبادب، ولقيت واحد سكران في مره طالع من مكان مشبوه وراح يركب عربيته وهو بيرجع ورقه مخبط الرفرف عندي، فانا نزلت بسرعه وقمت رايح طبطبت عليه وقلت له بسلم عليه، لقيته سكران، قلت له حضرتك بس اشكرك جدا جدا، وكان عندي قدام بيتي في المهندسين. المهم فجيت الشخص ده قلت له بس استاذنك، وقمت يعني الحقيقه نزلته وركبته في اليمين وانا ركبت عربيته،
قلت له بس اخد بس العنوان بتاع حضرتك. المهم عرفت العنوان ورحت وديته وضربت الجرس ودخلت وديته مفتاح العربية وسبت الكارت. فتاني يوم هو اتصل عليا وقال لي اشكرك جدا جدا، وحضرتك مين ولا عملت ايه ولا ما كان تايه ده. انا بقى لو سبته، الله تبارك وتعالى يقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فده دلوقتي انا خدته، كنت حريص جدا جدا ان هو ما يخبطش في عمود ولا يخبط حد يموته وندمر اسره بالكامل بسبب ان واحد سكران خبط واحد موته، والواحد ده بيصرف على 7 ولا 8. فقلت ايه، قلت الحق وخدته لحد ما وصلته لبيته. فقلت له انا وصلتك لان انت ربنا تبارك وتعالى يقول يعني ربنا خلقك في احسن تقويم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انت مهم جدا جدا ان انت تعرف انك قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا كنت حريص على ان هذه القيمة ما تموتش ضربة في عمود ولا دخلة في كذا. فقال لي ايه اللي دفعك لكده؟ قلت له اللي دفعني لكده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمني الحنان، علمني الادب، علمني الرقة، علمني العذوبة، علمني ان اكون حنونا وانا اتعامل مع الاخرين. فاحمدك يا رب واشكر فضلك، وده فضل ربنا يتممه علينا يا رب العالمين. ف المهم بعدها بيوم لقيته جاي لي بقى المكتب الحقيقة، وجلسنا جلسة جميلة قوي. هو الوقت يؤذن في أحد المساجد في الأوقات اللي هو موجود فيها بجوار المسجد بعد شغل. إيه اللي أنا عايز أقوله من وراء الكلام ده؟ من وراء الكلام ده إن إحنا ما نضيعش عمرنا هدر، ونحاول إن إحنا نقلد بعض الغرب في قضاياهم. ولابد ان احنا نعترف بان جدودنا العلماء كانوا قبل علماء الغرب، وعلماء الغرب استقوا من علمائنا وجدودنا المعلومات التي كيف يحيوا بها في حياتهم في كثير من الامور، ونحن تخلينا عما كان من هدي ربنا او سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. نفزع الى ذلك ونقدم انفسنا للحياه بشكل جميل، نربي أولادنا ونعتصم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن إحنا بنتخطف يعني الصراعات الرهيبة جدا 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 في انهيارات اقتصادية في دول كبيرة جدا، مش في أساس الغذاء، الموضوع مش في أساس الغذاء. الانهيارات حصلت للمخزونات دي نتيجة شراء لعب ونتيجة شراء حاجات ممكن نعيش من غيرها. فسبحان الخالق العظيم، في ناس تانية طبعا منتفعة في شدائد الحياة اللي زي دي، الناس اللي كانت متعودة ان هي ايه تنتج من ارضها وتنتج من بلدها وتصدر. الناس اللي بتنتج من بلدها وبتنتج من ارضها وبتصدر دي اللي ما شاء الله تبارك الله استفادت من ايه، من الاحداث اللي جارية في اللي احنا فيه ده. ففي ناس مستفيدة، ومستفيدة بارقام خيالية جدا، مش يعني مش الكل كده لا، ده في ناس مستفيدة استفادة عالية جدا جدا يعني.